ومعنا للحديث عن المشهد الأمريكي في ضوء إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا وتأثير ذلك على مصير الانتخابات القادمة، معنا من إسطنبول الأستاذ عبد الرحمن السراج الباحث في الشؤون الأمريكية. مرحبا بك معنا. أهلا، شكرا للاستضافة. حياكم الله. لا شك أن هذه الحادثة مرت في تاريخ الولايات المتحدة في أوقات سابقة، مرض أحد الرؤساء أو غيره، ولكن نحن نتحدث اليوم عن إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا قبل وقت قصير جدا من انعقاد الانتخابات الأمريكية. كيف تتابعون وتراقبون المشهد الأمريكي في هذه الأوقات؟ نعم، بداية عندما أعلنت إصابة الرئيس ترامب بفيروس كورونا وجهت الأنظار فورا إلى نائبه مايك بنس الذي يخلف الرئيس في العادة إذا توفي الرئيس، وجهت الأنظار أيضا إلى رئيسة مجلس النواب التي تعتبر الشخص الثالث الذي قد يخلف نائب الرئيس إذا توفي هو أيضا. هذه الحالة لم تسبق في السابق، ولكن سبق أن توفي رئيس وهو على رأس عمله الرئيس كينيدي وخلفه نائبه. الحقيقة الولايات المتحدة تتجه إلى ما يشبه الأزمة السياسية أو الوضع السياسي غير المسبوق من ناحية فيروس كورونا وما جلبه من اضطرار إلى التصويت عبر البريد، وهي وسيلة ستكون الآن تشهد انتشارا أكبر من أي وقت مضى. التصويت عبر البريد سيثير مشكلة جديدة، هي أن النتيجة في العادة تعلن في اليوم الأول، رغم أن كل الأصوات لا تجمع في اليوم الأول واللجنة العليا للانتخابات تعلن النتائج بعد يومين أو بعد عدة أيام. نعم. ولكن الآن يتوقع أن يتأخر فرز الأصوات لفترة أكبر. المشكلة هنا أن الأصوات التي ستكون عبر البريد يرجح أن تكون لصالح بايدن، لصالح الحزب الديمقراطي، المرشح الديمقراطي، وأن لذلك ربما تكون النتيجة المبدئية في يوم الانتخابات لصالح ترامب، وبعد عدة أيام ربما تنقلب لصالح بايدن. لذلك هذا وضع سياسي غير مسبوق، خاصة أن ترامب أعرب وأكد نيته التشكيك بنزاهة الانتخابات، خاصة الأصوات التي ستأتي عبر البريد. لذلك الولايات المتحدة تدخل على وضع غير مسبوق. قبل كل سباق انتخابي دائما هناك بالضبط، يعني هذا هو المختلف ربما أستاذ عبد الرحمن. يعني المراقبون كما تفضلتم يعني يعتقدون أن ما يحدث الآن يمكن أن يحدث في أي وقت وفي أي دولة، ويعتقدون أن أمريكا قادرة على تجاوز هذه الأزمة لولا أن الإصابة كانت من كوفيد-19 وكانت للرئيس الأمريكي الذي يتبجح ويعتقد أن هذا ليس خطرا كبيرا، وقبل انعقاد الانتخابات وملابسات كيف ستنعقد الانتخابات وكذا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو عن مدى إمكانية تجاوز هذه الأزمة بالنسبة لترامب. هل تعتقد أنه قادر بالفعل في ضوء هذا الزخم الإعلامي والسياسي في البلاد أن يتجاوز هذه الأزمة؟ نعم، ما من شك أن ترامب شخصية يعني شخصية غريبة عن المشهد السياسي في السابق، وهي دخلت إلى الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري احتضن ترامب واحتضن القاعدة العنصرية التي جاءت مع رئيس ترامب، ولكن هذه القاعدة إلى أي مدى ستتمكن من حمل ترامب الآن؟ ترامب هو شخص لا يعتد كثيرا بالمستشارين ولا يحيط نفسه لا يتعامل كالسياسي التقليدي الذي يحيط نفسه بمجموعة من المستشارين وبقادة الحزب الجمهوري. لذلك هناك ظهرت تكهنات بأن الحزب الجمهوري نفسه قد يتخلى عن ترامب في لحظة من اللحظات، ولكن هذه النظريات غير مرجحة. ترامب هو شخص بحد ذاته يعني قادر على حمل نفسه، وهو يحب دائما الأضواء، لذلك حرص على الظهور في صور وحرص على الظهور في فيديوهات حتى تحت الحجر الصحي. نعم. ومن المرجح الآن بعد إعلانه عن خروجه، نيته الخروج من المستشفى، أن يخرج بصورة مبهرجة وباحتفالية معينة وأن يقول أنا انتصرت حتى على كوفيد-19. ولكن هذا شيء واستطلاعات الرأي شيء آخر. استطلاعات الرأي تقول أن جو بايدن، بعض الاستطلاعات قالت أنه متقدم بأكثر من 10 نقاط مئوية. لذلك وضع ترامب ليس وضعا جيدا، ولكن لا ننسى دائما أن استطلاعات الرأي ليست حاسمة ولم تكن حاسمة. حتى الأصوات الوصول إلى البيت الأبيض من خلال غالبية الأصوات
كما نذكر في آخر 8 انتخابات أو منذ عام 92 4 انتخابات وصل فيها الحزب الجمهوري للرئاسة لم تكن كلها لم يكن في كلها حاصلا على غالبية الأصوات، لذلك لا يمكن حسم النتيجة إلى الآن، ولكن فعلا الأنظار كلها تتجه إلى ترامب. ماذا ستكون ردة فعل المجتمع الأمريكي؟ ما من شك في أنه تلقى ضربة حقيقية بإصابته بالفيروس الذي استهان به. وهذه الحقيقة الديمقراطيين بعض الخبراء الديمقراطيين لاموا بايدن عندما سحب الإعلانات المهاجمة للرئيس ترامب بعد أن أصيب بكورونا، وقالوا ربما تكون هذه الفرصة الأنسب للمهاجمة. طيب يعني يعني مسألة حديثك أستاذ عبد الرحمن وحديث كثير من المراقبين من يعني أن ترامب قد يشكك في نتائج الانتخابات فيما لو لم تكن في صالحه، وهذا ربما يهدد سلاسة انتقال السلطة لو حصل أن بايدن قد فاز، هل تعتقد أن ترامب قد يفعلها؟ ترامب بالتأكيد سيفعل ذلك، وهناك يعني خطوة ينتظر إتمامها قبل الوصول للانتخابات، وهي إقرار القاضية في المحكمة الدستورية مرشحته الجديدة. إذا أقر هذه القاضية ودخلت إلى المحكمة الدستورية ستكون لديه أغلبية تمكنه من التشكيك في مصداقية الانتخابات، ويكون معه السلطة القضائية. كما نعلم هناك فصل حاد في السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، والسلطة القضائية قادرة على إلغاء حكم الانتخابات وعلى الدخول في مرحلة جديدة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة. لذلك ترامب قال صراحة إنه مستعد للتشكيك في مصداقية الانتخابات، حتى أنه ذهب أبعد من ذلك وقال أنا ربما أطلب من المحكمة الدستورية أن تنظر في الانتخابات قبل حدوث الانتخابات نفسها. لذلك ترامب لديه خطوة كبيرة، خطوة مهمة، هي خطوة إقرار القاضية. ولكن الآن هناك أيضا نقاشات، هل من المجدي أو هل من الصحيح أن تعقد لجنة استماع؟ كما نعلم يجب أن يكون هناك جلسة استماع لإقرار هذه القاضية، فهناك الآن حوار في الكونغرس الأمريكي أنه هل سنعقد هذه الجلسة في ظل كوفيد-19 ولكن أننا سنأتي بطريقة أخرى مثلا جلسة أونلاين أو غير ذلك. ويبدو أن الأيام والأسابيع القادمة حافلة بكثير من الأحداث والتوقعات. أستاذ عبد الرحمن السراج الباحث في الشؤون الأمريكية من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.